امرأة تشتكي من ألم في الرأس وتتناول حبوبا مسكنة للألم من قبل الصلاة، وهذه الحبوب خطر على الحامل، ربما يتشوه بسببها الجنين، وقد استعملتها وهي حامل وتعمل وتعلم ذلك، لكن شدة الألم أنستها الخطر، وعندما وضعت طفلا مشوها أو به تشوه، فمكث مدة قصيرة ثم مات، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل تكون هي السبب في تشوهه وموته؟ وهل عليها صيام أو كفارة أو ماذا عليها؟ أفتونا مأجورين، شكر الله لكم ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه. هذه المرأة إذا كانت تتألم تألما شديدا من وجع رأسها وتأخذ هذه الحبوب من أجل تهدئة هذا الألم، إنها تكون معذورة الحمد لله في ذلك ومحتاجة إليه، وهي لا تقصد بهذا التأثير على الجنين. إذا لم تكن عالمة بأن هذا يؤثر على الجنين فإنها تكون معذورة بذلك من ناحية الإثم. أما من ناحية الجنين وسقوطه ميتا، فإن كانت تناولت هذه الحبوب بعد نفخ الروح فيه وسقط ميتا بسببها، فإنها تكون قد جنت على هذا الجنين بما سبب قتله، فيكون عليها كفارة القتل، وهي صيام شهرين متتابعين، لأن العتق الآن غير موجود، وإلا هو الواجب بالدرجة الأولى، ولكن إنه غير موجود في هذا الوقت، فتصوم شهرين متتابعين. وكان الواجب عليها أن تراجع الأطباء في هذا الأمر قبل أن تقدم عليه، تراجع الأطباء وتأخذ بإرشاداتهم. نعم، تقول إنه وضع مشوها ثم مكث مدة قصيرة ثم مات، هو الكلام على موته، إن كان بسبب الحبوب فإنها تكون قد جنت عليه خطأ. أما قضية التشويه هذه الله أعلم بها، هل سببها الحبوب أو لا، إنما الموت إذا كان بسبب الحبوب يكون من تسببها، يكون عليها الكفارة. نعم.